ولأن مصر متنوعة الثقافات في نسيج واحد، فماذا لو استمعنا الآن إلى شاعر البادية أبو الفتوح البرعسي؟ صديقك طبعا، صديقك. مرحبتين وترحيبة يا فرح الزائر بحبيبة، يا فرح العريان بثوبة، يا فرح المفلس بالذوبة. مرحبتين وسبع مراحب، واللي يكره ما هو صاحب. نبارك تدشين هذا المنتدى الرائع اللي هو يجمع يعني شمل الأمة العربية بصفة عامة من خلال الكلمة، خلال الثقافة والتراث، لأن مصر هي أم العربية. مصر أم الدنيا والدين، حماها رب العالمين بجيش وشعب وشرطة وشعب وأهل مصر الطيبين. النهاردة في حالة استثنائية، يوم رائع بلا شك في هذا المكان. وإحنا عندنا الأمة العربية بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا انتصارات أكتوبر المجيدة يعني. فنقولوا على النبي حاضر صلي، على النبي حاضر صلي، على النبي المحمدي صاحب الشفاعة وسيدي حاضر صلي، على المختار يا حاضر صلي، على المختار نبي عربي سيد عدنان يا حاضر صلي، زار الهادي يا عون اللي زار الهادي، زار الهادي يا عون اللي زار الهادي، رب العالي فوق ينادي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يا عون اللي زار نبينا. زار المختار نبي عربي سيد عدنان يا عون اللي. في مطلع البادية في تراثنا لما تخش في مكان تقول الله والنبي يا حضار صلوا عن النبي، وكل من صلى عليه هداه، فالكل يصلي عن النبي. ونبدأ تراثنا الشعري في البادية المصرية الأصيلة يعني، ونقوله بمناسبة أكتوبر الجميل، نقول يا جيشنا المنصور 100 تحية في عيد نصرك على إعداء جملية، الله ينصرك الله ينصرك. ساعة عبورة صبت الدنيا بجيشنا مبهورة، فراسين في الجو كانوا نسورة، وعن نصر كانوا عادين النية، الله حماهم، الله في الحرب صبا معاهم، أصحاب العقيدة دوم ما ينساهم، ونصرهم الله في عيد غفرانية. وعادت سينا وعادت بعدها كل أراضينا، وربك نصرنا وللقناة عدينا، وبارليف تحطم موش تمثيلية، يا جيشنا المنصور 100 تحية 1,000,000 تحية في عيد نصرك على إعداء جملية، الله ينصرك الله ينصرك. شكرا شاعر البادية أبو الفتوح البرعسي.